ما العقيدة؟ هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقديه في الإيمان جل وعلا، وما يجب له من التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما الأصول الثلاثة التي يجب على عبد معرفة معرفة الدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ربك؟ ربي الله. من عرفت ربك؟ من آياته ومخلوقاته. اذكر آيتين من آيات الله، الليل والنهار. اذكر مخلوقين من مخلوقات الله، السماء والأرض. ما دينك؟ دين الإسلام. ما الإسلام؟ هو الإسلام بالله بالتوحيد والانقياد له، براءة من الشرك وأهله. ما الإسلام؟ ما أركانه؟ أركانه خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، زكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي مراتب الإسلام؟ مراتب الإسلام ثلاثة: الإسلام، الإيمان، والإحسان. ما الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح. ما أركان الإيمان؟ أركان الإيمان وما عدها. أركان الإيمان وما عدها: الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر من الله تعالى. ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخلد والتنوين ودخول الألف واللام. ما لا يعرف الخلد والخلد والتنوين ودخول الألف واللام. ما لا يعرف الفعل، والفعل يعرف بقد وسين وصاف وتاء أنين الساكنة عليها. باب الهرب الأعراب والتغيير، أو آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هل هذا كتبك؟ يجلس في أبوك؟ نعم هذا كتب يجلس في أبوك. هل أنت متأكد؟ أيشوى؟ نعم أنا متأكد. يسأل هل كتبك أبيض؟ أيبوك إشوى؟ إنهم أبيض، إنهم أبيض. يسأل ما اسم كتبك؟ ما اسم كتبك؟ أسوى أبوك سنين. اسم كتب المفتاح العربية ده أبوك سنين. أبي كيف عربي؟ ألا تعرف اللون الحافلة التي وضعت فيها كتبك؟ دينا وذكر أغلبت ذات يعبطني وربوك. نعم لونها سوداء. يا تزبلاك أغلى أسكي ذا أرفة مورا، أغلى أسكي ذا أرفة مورا. أيو وكع. هل أنت مواطفا؟ أيو وكع. نعم مواطفا لهيئة الحكومية. I am walking different من تين adjectives. من يدوق الباب؟ who is knocking the door. أنا أدوق الباب. I am knocking the door. ومن أنت؟ وأنت؟ I am أحمد. ماذا تريد منه؟ أريد منه وظيفة. I want from a job. ماذا عندك من المعرفة؟